كان هناك بالأمس حديث للسيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أسبوع شباب الجامعات، الحقيقة تحدث في العديد والعديد من النقاط الهامة. قد تكون من بعض هذه النقاط التغيير الوزاري القادم، ولكن خلينا نعرف أكثر ونتكلم أكثر عن موضوعات كتير ذكرها رئيس الجمهورية. خلينا نرحب بضيفي الهام جدا والعزيز علينا الأستاذ ناصر فياض، مدير تحرير جريدة الوفد. أستاذ ناصر أهلا بيك، وحشتنا ونهارك دايما سعيد. أستاذ ناصر، حديث الأمس لرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي ذكر فيه العديد والعديد من الموضوعات الهامة الحقيقة. تمام. كيف ترى هذا الحوار وهذا الحديث من وجهة نظرك؟ يعني اسمح لي أركز على حاجتين أنا شايف أن هم مهمين. رقم واحد مكافحة الفساد، رقم اثنين الموقف من الحكومة المقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب. الحقيقة أول مرة نشوف، هنتكلم في النقطة الثانية بعد إذن حضرتك، أول مرة نرى رئيس جمهورية بيشكر وبيثني على أداء حكومة وبيقول أن رئيس الحكومة المستقيلة المهندس إبراهيم محلب هو محتاجه معاه، يبقى يعني يعاونه ويساعده في المهام القادمة إن شاء الله. فده يعني اعتراف وده رد جميل لحكومة أنا شايف، أنا يعني في مجلس الوزراء وشايف إن أي حكومة أدت ما عليها، حكومة وطنية أدت دور كبير جدا في حدود إمكانياتها. ممكن هو ده فعل باشا، أي فعل باشا زي ما حضرتك عارف في صواب وفي خطأ، ولكن كان في جهد كبير وكان في محاولات صادقة للبناء والتنمية ولمعالجة المشاكل معالجة سليمة وليست مؤقتة. الحقيقة مش هندخل في التفاصيل، ولكن احنا لمسنا، انا لمست من كلمة الرئيس بالامس امام شباب الجامعات انه راضي كل الرضا عن اداء الحكومة، وحتى قال ان مش ما فيش معنى ان في مشكلة بسيطة في الاخر ان هي تضيع جهد 18 شهر الحكومة بذلت كل ما تستطيع، عمل 24 ساعة المهندس إبراهيم محلب زار في مرة 14 موقع في يوم واحد، لدرجة احنا يعني بقينا مش ملحقين يعني خد بحضرتك. وايه ما والتركيز 100% يعني قصدي ايه، ما راحش مكان وهو مرهق وان هو انا تعبان وده رقم 13. لا 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 يعني فنعمل لو ما سلمش من الانتقادات يا استاذ ناصر، يعني برضو كان بيواجه نوع من الانتقادات، انت رحت ليه ليه؟ بالعكس، الانتقادات دي علامة نجاح. بالظبط، اي مسؤول في اي موقع ينتقد انا شايف ان ده علامه نجاح، واذا هو راى غير ذلك يبقى هو مخطئ. ليه؟ انت كنت بتصوبني بتقول لك السكه من هنا الطريق من هنا، طب يطلع فوق، طب يعني وبعدين انا اشوف ممكن ارد عليه اقول له لا ده شيء صحي ايا كان اختلاف الحوار، ولكن خلينا اعترف ان هو نجح. انتقاد بناء ده شيء مطلوب، انتقاء هدام دي كارثه. فبالتالي ركز على النقطه دي، وطبعا الوزراء كلهم بذلوا جهد، في كان اداء ضعيف هو أكيد. امكانياته كده، في وزراء واحنا عارفين ان هي امكانياتها ضعيفه، سواء من الجدد الذين اتوا في مارس الماضي او من الذين قبل ذلك، ولكن هو في النهايه كان في تيم كويس، ما كانش في جزر منعزله، كان في شغل مجموعات وكده، لكن في وزراء كسالى. نعم، هو امكانياته كده، في وزراء استجابوا او سكتوا عن الفساد لدرجه ان هم تورطوا فيه زي وزير الزراعه وغيره من المسؤولين الكبار يعني. فبالتالي برضو احنا بنقول هو الراجل صحح، اختار وزير واتضح فيما بعد ان هو عليه قضايا فساد او يمارس الفساد وكده، يعني ده في ذمه القضاء ما نقدرش نتكلم عنه خالص، القضاء هو خلاص يعني. لكن في النهايه ده رئيس جمهوريه بفكر جديد برؤى جديده، بيقول للناس اي وزير اي رئيس وزراء، المهندس شريف اسماعيل بيقول له ابني على اللي فات، ما تهدش طوبه واحده، وده شيء مهم جدا جدا. وعلى المهندس شريف اسماعيل وهو يختار وزرائه ان يتحلى بالصبر، في اعتذارات كثيره جدا بتتم حاليا من المسؤولين، وبنقول يا جماعه من يعرض عليه منصب وزاري وعنده القدره يتقبله، ما يقولش بقى عمليه الياس اللي احنا بنعمل منها، اقول لك لا انا 80 يوم وماشي بعد يا اخي، ما انت لو شاطر واثبت وجودك ما انت قاعد، رئيس الوزراء نفسه اثبت وجوده قاعد، دي حاجه منتهيه. وعن يعني عشان وقت البرنامج، عندي نماذج كثيره جدا في اوقات من 40 سنه مثلا في مجلس الوزراء، ما فيش واحد مجتهد وشاطر حقيقي الا واستمر،
لا والتاريخ بيذكره يا استاذ، ما ينفعش يكون حد ناجح واحنا نقول عليه فشل، وزي ما حضرتك قلت حتى انتقاده عمليه النقد ليه دليل على النجاح. يعني وزير احد وزراء الكهرباء استمر بعد ثوره 25 يناير سنتين ونص، وكان موجود قبل الثوره، ووزير التخطيط مش عايز اقول يعني اسامي عشان ما حدش يبقى فيه حساسيات يعني. فبالنهايه في النهايه عايز اقول لحضرتك، من يرى في نفسه القدره ان هو يخدم البلد في مجال تخصصه ده واجب وطني، واجب وطني. وينسى خالص مساله انتخابات البرلمان، اي تعديل وزاري يعني. هو قالوا المؤتمر الاقتصادي ما فيش تعديل وزاري عشان المؤتمر الاقتصادي جاي، لا الرئيس عبد الفتاح السيسي كسر هذه القاعده وعمل تغيير وزاري وجاء بست وزراء جدد قبل المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ باسبوع. والمره دي شاهد تاني قبل الانتخابات بحوالي 80 لا بحوالي شهر او 34 يوم تحديدا بالزبط. عمل تعديل وزاري تغيير حكومه بالكامل. فاذا اي حدث سياسي اي حدث اقتصادي ليس له علاقه باداء الحكومه او بقرار رئيس الجمهوريه يتخذ ما يراه. هو شايف مصلحه الوطن حتى لو قبل الانتخابات بيوم واحد. لجنه عليا الانتخابات عارفه مسارها كويس، ليس لها علاقه بالحكومه. ده القوه في اتخاذ القرار يا استاذ ناصر. هنا مفيش ايدي مرتعش، انا شايف ده صح يبقى ده صح، وده اللي تعودناه الحقيقه بالفعل من السيده فتحي السيسي. ولكن هناك ايضا نقاط هامه جدا ذكرها السيده فتحي السيسي في خطابه بالامس. بالفعل هو ركز على مكافحه الفساد. هي كلها مرتبطه ببعضها. الحكومه دي اكيلت بسبب اكتشاف حاجه، اقول لحضرتك حاجه، فهو ركز على الفساد وحذر وحتى شاور بايده اكتر من مره وركز على الفساد، تحذير يا جماعه، تحذير من رئيس الجمهوريه، ما فيش مكان للفساد في مصر ولا للمفسدين في مصر. هو زي ما حضرتك ذكرت ان في نماذج ناجحه، بس للاسف زي ما بنذكر دايما نقول السيئه ما هو ده اللي حصل، وده اللي حصل. وده على فكره يعني مش عايز اقول حاجه، ده ما يعني اقول لك ده شيء كويس ان في فساد واكتشف. المشكله حضرتك ان في فساد لم يكتشف ومسكوت عنه بالزبط. او مغمض عيني عنه او انا ما اعرفوش حاجه من الثلاثه. ده قمه النجاح ان انت تكتشف فساد وتعالج دلوقتي. عشان كده حضرتك ذكرت كلمه يا استاذ ناصر مهمه، المهندس شريف اسماعيل عليه عبء بعد كده دلوقتي كبير. في اختيار وزراء واختيار الحكومه القادمه واسلوب العمل في الفتره الجايه. وحضرتك قلت كمان كلمه مهمه جدا، ابني على اللي فات. برافو تمام. وعلى فكره عايز اقول لك حاجه، رئيس الجمهوريه مدقق جدا، وانا امامي شواهد من وزراء ومن ناس حضروا ان هو سال اي وزير جديد بيساله في اسئله متخصصه جدا يعني، ويشوفه هو يشوف اجابته ويشوف مدى يعني تقييم الرئيس الشخصي للوزير. فده موجود. فبالتالي كانت هي كلمه في وقت فارق، كلمه ما فيش في حكومه مكلفه، ما فيش في حكومه قصدي ادت اليمين القانونيه في وقت حساس. فبالتالي كلمه بهذه الثقه وموجهه للشباب وموجهه، كان في وزراء ممكن يمشوا قاعدين جنب الرئيس خدت بال حضرتك. فهي بالتالي ده شيء مهم جدا، وركزت هو الكلمه تناولت مناحي كثيره يعني، لكن انا بركز على ذكرت الشباب على فكره. نعم؟ في البرنامج الرئاسي كمان لاعداد القاده من الشباب في الفتره. بالمناسبه الشباب اقول لحضرتك حاجه، اختيار المهندس شريف اسماعيل كان مفاجاه للجميع، لم نذكره في اي خبر في من المرشحين. ده وجه جديد، الرئيس عبد الفتاح يعشق الوجوه الجديده في العمل، نجربه. كفايه بقى عواجيز وكفايه ونجح كمان. في وزارته يا استاذ مصر. ونجح في وزارته. شوف حضرتك كل الناس اتكلموا على اكتشاف الشروق في البحر المتوسط الا شخص واحد هو وزير بترول. وده سبب رئيسي من اختياره، اعتقد كلنا اتكلمنا وهي وبتاع وحاجه جميله، طيب بعد كده هو ما اتكلمش خالص. بيعمل في صمت. يعمل في صمت. في صمت. ويعرف عنه ان هو دقيق وحذر وبطيء. مش بطيء يعني بكسل في دراسة أي قرار قبل أن يتخذ، عشان حتى يصدر من بقرار كلامه سليم يعني. وأصدر أوامره لرؤساء القطاعات. أنا عارف الكلام ده من بدري، إن هم يقولوا للصحفي أو للمذيع أو للإعلامي أو لأي واحد في وسائل الإعلام يقولوا المعلومة بالرقم ويسكت ما يعلقش عليها، علشان يبقى هو مسؤول الإعلامي كمان. قال له مثلا 6 مليون ما يبقاش 6.5، قال له أنا عندي محتاج استيراد طاقة بمليار جنيه، يقول بيتكلم بيعترف. هذه الشفافية وهذه المصداقية وهذه الصراحة وهذا الوضوح أعتقد أنه هو سبب رئيسي في اختياره رئيس جمهورية. ما بيظهرش في الإعلام خالص، رئيس لم يتحدث إلينا في مجلس الوزراء ولا مرة واحدة. عظيم. ولكن رأي حضرتك الشخصي في شخص السيد رئيس الوزراء القادم؟ ما هو ده كله من بيصب في بيصب في هذه المسألة، لكن أنا شايفه هو إنسان هادي وده مطلوب، عنده تركيز عالي جدا وعنده تقييم وده مطلوب. لا ينفعل بسرعة، بمعنى إيه؟
انا اسمع كويس وبتاع بس انا عارف الطريقه منين. فده شيء مهم جدا. الوحيد اللي تلاقيه في شيء حسن او في شيء مشكله عنده ثابت، يعني حتى طريقه شكله كده يعني ثابته، فهو بالتالي ده كويس جدا. ولكن هناك عبء على الوزاره القادمه بالتاكيد. شايف حضرتك مطلوب ايه؟ يعني حتى لو سالنا رجل الشارع، بس انا اسال حضرتك بالتحديد، مطلوب ايه من الوزاره اللي جايه؟ في ثلاث مهام مهمه جدا. رقم واحد الملف الاقتصادي، وهو رجل هو خريج هندسه عين شمس قسم ميكانيكا، ولكن عمله في وزاره البترول وفي هيئه البترول من قبل، ورئاسته لثلاث شركات بتروليه جعله رجل اقتصادي في المقام الاول. اذا يا رئيس الوزراء القادم، الملف الاقتصادي فيه مشكله، فيه شرخ كبير. المؤتمر الاقتصادي توصياته لم تنفذ حتى الان، دعك من بعض الاتفاقيات التي تم ابرامها، ولكن منتظرين عندك البورصه، عندك الجنيه ضايع يا ست رئيس الوزراء الجديد. المجموعه الاقتصاديه محتاجه تغيير، وهيحصل فيها تغيير ثلاث وزراء. عظيم. فبالتالي دي ملف الاقتصادي رقم واحد. رقم 2 رقم 2 الملف السياسي. ما عندي، ما فيش احزاب، عندي احزاب ورقيه فقط كده. اسما عندي في بلد فيها 103 حزب وما نعرفش اسامي اصلا الاحزاب اللي هي المؤثره، ما عادتش مؤثره كمان. انا مبسوط ان حضرتك قلت لا ليه مش مؤثره في الشارع بالظبط. فبالتالي انا عايز مواطن مصري يعرف ما له وما عليه، يعرف يعني ايه سياسه، ويعرف يعني ايه انتخابات، ويعرف يعني ايه اهميه هذه الانتخاب، ويعرف اهميه صوته، ويعرف اهميه اللي جاي، ويناقشه ويقول له تعالى انت مرشح حتى لو رئيس جمهوريه، عايز اشوف البرنامج بتاعك، انت دايرتي هتعمل ايه في دايرتي، وينتظر التغيير. يبقى له راي في كل شيء. ده مش موجود. اذا الناس ملهيه بحياتها ولا تجد هقول لحضرتك مساحه. ده مهم جدا. الملف الثالث تثقيف المواطن سياسيا، ده مهم، وخلق حياه سياسيه ناجحه يلعب فيها الاحزاب بشكل محترم، والائتلافات السياسيه والكتل السياسيه بشكل محترم، والمواطن نفسه بشكل محترم. الملف الثالث والخطير هو الملف الامني. الملف الامني ده مهم جدا، وممكن في عيب مش موجود عليه بيخفف عنه الضغط شويه، لان الملف الامني فيه جزء مشارك فيه ثلاث جهات كبيره، رئاسه الجمهوريه، وزاره الدفاع، وزاره الداخليه. فبالتالي الملف الامني احنا بنواجه الارهاب، وفي في معركه موجوده دلوقتي في سيناء، وفي الحدود الغربيه فيها مشاكل. فبالتالي ما انساش المواطن المصري، ما انساش التعامل الانساني مع المواطن المصري. ما اقولش انا في حاله حساسه والشان الداخلي. بالظبط كده. الشان الداخلي بالزبط. انا كوزاره الداخليه كجهه امنيه، بلاش سواء الجيش او الشرطه، ارفع واكبر واعظم من شان المواطن المصري حتى لو كان مرتكب جريمه، علشان دي مشكله مهمه جدا. الناس بتقول دلوقتي رجع تاني تقول اسم الشرطه وبتاع ومشاكل طريقه التعامل. انا عارف حضرتك بتقصد ايه. طريقه التعامل دي رقم واحد. رقم اتنين حمايه المواطن قبل حمايه الكبار. عظيم. فبالتالي يبقى في اداء امني محترم ومحترف. عظيم. احنا وقتنا خلص يا استاذ ناصر، ولكن في كلمه سريعه عشان بيقولوا لي تايم خلاص. حركه الدؤوبه للمهندس ابراهيم محلب ووجوده دائما في الميدان زي ما بيقولوا رجل ميداني، هيضع رئيس الوزراء القادم في مأزق شويه؟ مش لا، مش في مأزق. اسمح لي اقول لك بقى معلومه في كلمه سريعه. ان شاء الله غالبا يوم الخميس القادم، صباح الخميس القادم، سوف تؤدي الحكومه الجديده اليمين القانونيه. عظيم. عندي حوالي 65% من الوزراء سوف يخرجون. في حقيبتين في 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 المجموعه الاقتصاديه سوف تتغير. تمام. حقيبه في السياديه وهي العدل سوف تتغير. تمام. عندي حوالي 23 حقيبه خدميه سوف تتغير. خدميه. عظيم. هي ذات احتكاك مباشر بالمواطن. بالمواطن. اذا دي حكومه جديده بمعنى الكلمه، كلها وجوه جديدة، في شباب أقل من 40 سنة. أنا هنشوفهم في الوزارة القادمة، ونأمل لهم التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ ناصر فياض، مدير تحرير جريدة الوفد. ننتظرك دائما وعلى وعد بلقاء متجدد، وننتظر حكومة قادمة تعمل وتعمل لخدمة المواطن المصري. شكرا جزيلا مشاهدينا، لسه مكملين معاكم، تابعونا وفقرة الموضة والأزياء، تابعونا ولكن بعد الفاصل.